أيها الأحبة، أيها الأعزاء، أصدقاء ومتابعي حكاية المنامة، عودناكم أن نقف عند حديث الذاكرة مع شخصيات مميزة من أهل المنامة الكرام. شخصيتنا هذه المرة عاشت بين الهندسة الكيميائية وبين مناصب إدارية في شركة نفط البحرين الوطنية وبين مصانع خاصة لأول مرة يراها المواطن البحريني، مصانع المناديل الورقية ومصانع أخرى. رحلة طويلة عريضة وخبرة لا يستهان بها، سنقف عندها ونستمتع عبر كلماتها. وضيفنا لهذه الحلقة من حديث الذاكرة السيد عادل حسين مهدي المسقطي، فكونوا معنا في الدقائق التالية. نرحب فيك يا أخوي عادل. احنا اللي نرحب فيك يا دكتور. بداية أخي عادل المسقطي، قبل أن ندخل حتى في الولادة وفي حواري المنامة، يستوقفني الاسم كما يستوقف الناس، فمن أين جاء بداية اسم المسقطي؟ عائلة المسقطي في الأصل هي من البلاد القديم، وعائلة المسقطي هي واحدة من ثلاث عوائل نفس العائلة، عائلة المدني وعائلة الكنغوني. هاي الثلاث عوائل هي نفس الأصل، نفس العائلة. ما كانوا يحملون هذه الأسامي، لكن بسبب تجارتهم، بسبب المناطق اللي راحوا ليها، أخذوا أسامي مختلفة، فحملوا اسم. مثلا عائلة المسقطي حملوا اسم المسقطي لأن تعاملوا مع ميناء مسقط. يعني مو بس تعاملوا، ولكن أجيك له السبب، بس ارتبطوا باسم المسقطي. وللأسف لأن بعد ما راحوا ورجعوا إلى البحرين وسموهم المسقطي، انقطعت الصلة بالأسماء السابقة. نعم. الجيل اللي جاء ما كان مهتم إنه يسجل من الكبار فلان، منه أبو، منه جدة، منه أبو جدة، فانقطعت السلسلة لأن جاء اسم المسقطي وقطعها. كان اسم العائلة العطار، الحواج، البحراني، هذه الأسامي اللي كانت موجودة. عجيب. وفي وثائق موجودة، فلان بن فلان المسقطي العطار الحواج البحراني. طيب، حلو هذا. هاي موجودة يعني في وثائق كذي. أساس الاسم طبعا هم كانوا من البلاد، أساس الاسم إن لما سكنوا المنامة تشوف إن في ماتم للنسوان في فريق الحمام، ماتم المعلمة طيوب المسقطي. نعم. هذا موجود عليه تاريخ التأسيس. هذه تصير أخت الجد الأكبر له حج علي بن حسن. يعني أنا اسمي عادل حسين مهدي علي حسن المسقطي، علي بن حسن هذه أخته، هذه أسسوا ماتم هناك، وهذا تأسس في نهايات القرن ألف، وفي تقريبا 1890، نهاية التاسع عشر. يعني القرن التاسع عشر معناها أنهم رجعوا في ذاك الوقت. فلما تروح تبغى تعرف وش اللي صار، شخص ترك البحرين وراح إلى عمان، قعد في عمان فترة وتزوج في عمان، بعدها ترك العائلة هناك ورجع إلى البحرين. لما رجع البحرين سموه المسقطي، لكن في فرع موجود في عمان لا يحملون اسم المسقطي. عجيب. شو اسمهم هناك؟ عندك وزير المالية الأسبق في عمان أحمد عبد النبي مكي، هذا من العائلة. ما شاء الله. هذا لين من عائلة المسقطي، لكن لا يحمل اسم المسقطي لأنه من عمان. طبعا عائلة المسقطي هم في الأصل حواويج. هاي شغلتهم الأساسية. شغلتهم الأساسية حواويج. وطبعا استيراد الأعشاب، وكان الحواج مو صيدلاني، هو دكتور، يروحون ليه يشتكون ويعطونه أدوية، يوصف ليه أدوية. وعندهم مؤلفات، حتى سمعت إن يعني في كانت مؤلفات موجودة في هذا العلم، وكانت موجودة في بيت
حجي علي بن حسن القديم في فريق المخارقة، اللي آخر واحد من أولاده كان هو اللي ساكن فيه، واحد اسمه حجي ماجد، كل أولاده كانوا حواويج، سواء جدي حجي مهدي أو حجي إبراهيم حجي راشد وماجد، هذين كلهم كانوا حواويج، هذه شغلتهم معروفين، وسمعتهم وصلت إلى دول الخليج ثانية، كانوا يجون إليهم يعني من الكويت ومن غيره، يجون حق يعني يتعالجون عندهم. فالاسم أخذوه لما رجعوا من عمان إلى البحرين، لقبوا بالمسقطي واستمر الاسم المسقطي. كما في هجرات راحت العراق والبصرة، فاللي رجع سموه البصري أيضا ولو أنه ما في البصرة هنا، وهكذا هي فعلا تلتصق الأسماء أحيانا بالمهنة أحيانا بالمكان الهجرة. طيب راح نطل فيما بعد على علاقتكم بالحواجة وأيضا بمصانع المناديل الورقية، سنتركها ولكن لنذهب أبعد من ذلك إلى أعماق التاريخ، إلى عمق الطفولة وبالذات طفولة عادل المسقطي. أين بدأت؟ في أي بيت وفي أي سنة؟ أنا انولدت في يوليو 1954، شهر مميز هذا يوليو، والله شهر حار. اللي ميز أنه على ما ذكر لي أنه كان في إضراب في السوق، اليوم الثاني بعد ولادتي فك الإضراب فتوفرت المواد والشغلات والهذا. بشارة خير يعني لولادتك؟ والله يمكن بشارة خير لي، لأن الأم حصلت الماتيريالز والهذا اللي يحتاجونها. يعني أنا انولدت في بيت جدي من صوب الوالدة اللي هو إبراهيم العريض. البيت هذا هو في منطقة قريبة من رأس رمان اللي هو بيت الشعر الحين. ايوه نفسه. اوكي في مدرسة نفس مدرسة البيت. ابراهيم العريض نفسه يعني. بيت ابراهيم بيت الشعر. بيت الشعر. ايه. انولدت في غرفة في الطابق الثاني، وعلى ما ذكر لي ان كان في ولادة اسمها ميري، يسمونها ميري الولادة. راح الوالد علشان يناديها. وكانت تتعشى أو هذا فتأخر وتأخرت. اللي ولدت أمي هي جدتي اللي هي أم الوالدة، ما شاء الله. هذه وصلت لإنهاء العملية والهذا، لكن الولادة تمت في بيت حجي مهدي. حلو. اللي هو قريب منطقة بنسوار، هناك فريق بنسوار. البيت هذا ليه ذكريات طبعا، لأنه ظل في مدة طويلة إبراهيم العريض إلين أغلب بناته تزوجوا، فانتقل بعدين إلى بيت ثاني في القفول أصغر، وبعدين انتقل إلى بيت ثالث أفضل كان اللي هو في منطقة الزنج الجديدة. طيب هذا البيت العود كم عائلة فيه كانت ولا بس عائلتكم؟ لا بس هذه العائلة، لكن كان عنده بناته، ولده جليل والبنات. طبعا أمه هي البنت الأكبر ليلى، وعندك بعدين لولو العريض اللي كانت في وزارة التربية، أم مازن، وفي موجود مي زوجة يوسف الشيراوي، وفي لبنى متزوجة إنجليزي مدرس فيزيكس في إحدى الكليات في بريطانيا، موجود ثرية، وموجود دعد، يعني ما شاء الله بيت غني بالأسماء. يعني هو شاعر، والميزة إنه ترى سمى يمكن أغلب الأحفاد اللي هم البنات، لكن أنا وأخوي الأكبر، في أخوي اللي أكبر مني دكتور نبيل، احنا هذين الاثنين اللي سمونا، ليس جدنا ابراهيم العريض، اللي سمانا كان حسن الجشي. عجيب. لانه كان رفيق الوالد. فالشخصين هذين اللي هو انا واخوي نبيل سمانا
حسن الجشي. إذا ما دام ذكرت أنه رفيق الوالد، الوالد شنو كان شغلته ذاك الوقت؟ الوالد في البداية كان اشتغل موظف حكومي في الجمارك، وكان رفيقه مهدي التاجر، حتى يقول عن بالنسبة لمهدي التاجر كان رئيسهم واحد إنجليزي، ومهدي التاجر كان يرادده، اللي يشوفه مو عدل يرد عليه. هذا الإنجليزي تضايق، فيوم حكومة دبي حاكم دبي بغى واحد يأسس للجمارك، قال هذا اللي هو مهدي، وطرش مهدي على أساس أنه افتك منه، وكانت فاتحة خير إلى مهدي أكيد. فهو الوالد اشتغل في الجمارك فترة، بعدها راح اشتغل في أرامكو، اشتغل في أرامكو، هاجر إذن يعني. إيه راح أرامكو بس اشتغل فترة هناك واستفاد منها، درس الأكاونتينج واللغة وأجاد اللغة يعني. رجع بعدين إلى البحرين وأسس تجارة بسيطة مع نهايات الحرب العالمية الثانية. يوم اللي انتهت الحرب العالمية الناس تبغى تشتري، سواء كانوا الأجانب سواء كانوا البحرينيين، هذا السوق تحركت. فهو كان عنده وكالات ممتازة يعني، شركات عالمية. إذن كان واعي للسوق والتجارة من البداية. كان على كلام الأستاذ تقي البحارنة إن من نوع المنافسة بيناتهم في أخذ الوكالات، يعني ها يراسلون بالتايب رايتر والهذا، ويراسلون ويأخذون وكالات ويستوردون. يعني الوالد كان عنده وكالات لشركات حية، حتى احنا بعدين لما شفنا مثل شنو هالشركات الوكالات الأولية دي، وكالات قديمة إلى يعني مثلا شركة هنكل. شركة هنكل شركة عالمية، هو كان وكيل إلى الصابون مالها. شركة أوكسفورد بسكوت هاي مشهورة، القواط البستوق القديمة. عندك بعض المراوح هذا يعني، في شركات ما يحضرنا اسمها، لكن شركات أسامي اللي صارت شركات عالمية ضخمة. في الأخير قرر أنه يتخلى عن التجارة ويركز على شيء اسمه صناعة. الصناعة شلون بداها؟ بدأ بالأكياس الورق البلاستيكية. لا الورق. الورق بدأ بصنع أكياس. أنا ورق. حضرت شوف يعني إحنا جيلنا يختلف عن الكثير من اللي انتم قابلتونهم. اللي قابلتونهم كان الجيل السابق. إحنا اللي شفنا الترانزيشن، شفنا بين البين أنتوا. بين البين. أنا أتذكر في دكان جدي تروح يعطونك الأغراض يلفونها لك في ورق جرايد ويلفها بخيط. يلفونها بخيط. اللي كانوا يجيبون أكياس كانوا من أكياس السميت. السميت يكون عدة طبقات الأكياس، يشيلون الطبقات ويخيطونها ويبيعون هذه الأكياس. الوالد راح معرض هو ويا المرحوم عيسى الزيرة، هذين كانوا رفقان very close، يعني أعز أصدقاء الوالد كان هو عيسى الزيرة. فسافروا بعد الحرب، راحوا إلى أوروبا وراحوا معارض، اشترى ماكينة لصنع أكياس الورق. المادة من وين لأكياس الورق؟ نبات ولا من نفس الأكياس؟ لا أنت تشتري أوراق الورق يعني. شرى الماكينة، والماكينة لما جابها وبدأ ينتج كان في منافس عجيب قبله فيه يعني. كان منافس يستورد الأكياس. بدأ يستورد اللي هم بيت كازروني. يقول الوالد في أول سنة خسرت 70% من رأس مالي. ما شاء الله. لأنه مو شوية. هو ينزل داك ينزل فالأسعار وصلت إلى الحضيض، خسر 70% من رأس ماله. إلين حصل المعلومة كم تكلفة الاستيراد، فراح نزل السعر أقل من التكلفة. كازروني رفع يده قال بس خلاص حلال عليك. فكانت هذه البداية.
بالإضافة لهذه سووا في ذاك الوقت بدت شغلات البيبسي وبيبسي، سووا أعواد البيبسي. ايه. المصنع في البداية كان دكانين بابين في فريق المخارجة، في فريق المخارجة نفسه. بعد ما طور الشغل انتقلوا، حصلوا أو أخذوا أرض، استأجروا أرض في المنطقة اللي ورا الكنيسة اللي هي تصير ورا سينما الحمراء. هناك بنوا مصنع. الحين فيها جمعية النهضة وال. بالضبط جيرانهم. جيرانهم. إحنا كنا موجودين وهم جو بعدين. فبنى المصنع هناك، وأتذكر إحنا صغار يعني كنا نستأنس نروح ويا الوالد، لأن محطوطة الرولز مالت الورق ضخمة. نتعلق عليه وهذا كأنك رايح تلعب يعني. إيه شيطانة أطفال. أغلب العمال كانوا عمانيين صراحة، لهم دور، ناس أمناء، ناس شغولين يعتمد عليهم. ولازلت أتذكر أن الجماعة اللي كانوا يجيبون أو يحملون الرولات هذه لما تجي يجيبونها ينزلونها، كان مقاول من بيت الدعيسي أبو عبد الجليل، لأن بعد ما توفى الحجي استلم للشغل ولده. فكان عنده واحد اسمه جمعة عماني أسود البشرة. تصور شيء لي ما يعني شيء يمكن شو أقول لك ربع طن على ظهره ما شاء الله مفتول العضلات يعني. كان يجون وهذا ويرتبونهم ويحطونهم. فهذا المصنع كان هو البدايات. بعدها شركة بابكو احتاجت إن إلى التويلت رول، تعرف الأجانب يحتاجون إلى التويلت رول، فجاب ماكينة حق تسوي التويلت رول. يعني مجازف وعنده أفكار يتبناها بسرعة على أساس يحقق كان الطموح. ميزته هو تميز طبعا كدراسة، هو درس عند إبراهيم العريض في المدرسة ما شاء الله. أوكي في مدرسة إبراهيم العريض كلها كم سنة وبعدين ترك، ولكن أنا أتصور أن حبه للقراءة، حبه إلى هذا، وبعدين الفكر التعليمي هو ذكي موجود يعني جين الذكاء عنده، ما يتكلم هذا يعمل لصمت. أي يعني لما يقعد في مجلس مثلا تقول الوحيد اللي ما يتحكى هو، لكن يلاحظ وش ما كان يصير في المجلس، وش قال فلان، ايش تأثير اللي قاله على فلان، يلاحظ هالأمور دي كلها. ففادت تجربته في أرامكو اللغة والمحاسبة والتنظيم الإداري كل هذا لما اشتغل هناك في أرامكو. طيب عادل ماذا استفاد من والده وهو من طفولته؟ انت شن طبع عليك من الوالد؟ بداية دخلت مطوع، دخلك بأماكن أيضا لأنه يحب العلم. جانب العلم جي أكثر من جانب، يعني هو عنده الجانب هذا، ولكن التأثير مال إبراهيم العريض على بنته أو على كل بناته، على بنته كانت تصر على موضوع التعليم. يعني والدتي وصلت إلى آخر مرحلة في التعليم، كانت متوفرة في البحرين شهادة الابتدائي وشهادة حفظ القرآن ما شاء الله. هذا شيء مهم في ذاك الوقت. كانت هذه عندها شهادة وتفخر فيها، ولما تخلص، لما تخلص هي وختها لولو، لما خلصوا اشتغلوا مدرسات. ترى من أوائل الرعيل الأول في التدريس هي كانت موجودة، درست، كانت في مدرسة عائشة أم المؤمنين، درسوا هناك ودرسوا هناك. جميل. خلصت ابتدائي، لما تخلص ابتدائي معناها أن تقدر تروح تدرس. فإذا انعكس عليه من الأب والأم، انعكس عليك الوضع. بالنسبة إلى إبراهيم العريض، كون أنه يعني عاش في الهند اللي هي كانت في ذاك الوقت تعتبر أمريكا مالت الحين، هي قمة الحضارة صح. يعني هو لما جاء البحرين لأول مرة، جاء ما كان في ماي،
الناس في كل بيت في يا يجيبون لهم ماي او عندهم جفر بير. ولا في كهرباء. هو كان في ذاك الوقت يروح سينما. عجيب. في الهند كان يروح سينما يروح يشوف افلام. يعني شوف هذا الفرق بين وهو كان عنده حب الاطلاع. يعني قبل لا تجي دكتور كنا نسولف من ضمن الاشياء اللي هو ذكرها لي انه يعني عنده معلومات في الفلك. شلون عنده معلومات في الفلك؟ واحد مثله يعني الناس تعرف انه هو شاعر، ترى هو مو بس شاعر هو شاعر وعنده مخ رياضي ماثماتكس والتحليل تلاقيه في الشطرنج. اي صح زين، هذه العروبة معروف عنه. في السياسة يقرأ ومطلع وقارئ مطلع، وفي الأدب هذا. فيعني من الرجال الموسوعيين اللي تقدر تقول عنهم. من أمثاله في البحرين يوسف الشيراوي، غازي القصيبي، هذلين. يعني هو لما توفرت عنده كل هالمعلومات هذه نقل جزء من تقدير التعليم ودارس في الهند، نقل جزء من هذا والإصرار عليه إلى بناته. تلاقي أحفاده كلهم دارسين، كلهم راحوا جامعة، والبنات أصروا أن أولادهم كلهم يروحون دراسة جامعية. طيب أنت وين ودوك يعني من يوم صغير؟ إيه تبدي قبل شو اسمه، تبدي من أيام المدرسة. أتذكر يعني لما كنا صغار أول شيء ودوا أخوي نبيل إلى الكنيسة، كانوا يدرسون سانت كريستوفر ولا المدرسة القلب المقدس. أنا ليش أجيب هالسالفة هذه؟ هو يقول لي أن درسونهم ABCD حضانة يعني. يقول كنت أخاف من بابا نويل لحية وهذا يحتفلون. مرة من المرات أنا رحت وياه جهال يلعبون في الساحة في داخل الكنيسة، لعبت وياهم. عقب أتلفت ولا الكل اختفى، وينهم راحوا؟ مبين دخلوا الصفوف وأنا ما أدري عنها يعني ما. فمشيت طلعت من الساحة هذه من الكنيسة ومشيت شارع باب البحرين رايح إلى بيتنا. أنت ذكرت شيء عن المعلم، أنا شفت في بداية ورا بيت الحلي المميز كان في هناك كان في حسين. كان في دكان موجود فيه معلم، وقفت أطالعهم كان يعلمهم. أنا صغير جاهل يعني، بس يعني ما شفته من قبل. هذا محل كان فيه معلم موجود، فهذه أتذكر المعلم. عقب ودونا فترة بسيطة إلى السلمانية، وعقب رحنا كلنا ويا ولاد مدرسة السلمانية. مدرسة السلمانية. عقب احنا وولاد عمي اللي من متقاربة أعمارهم كلنا ودونا مدرسة الغربية. طبعا أول سنة رسبنا الأول ابتدائي لأن كنا صغار، مبين مدخليننا بالواسطة. ولكن الأول ابتدائي كان في مدرسة الغربية. حتى أتذكر لما نطلع من المدرسة يعني كانوا المدرسة شياطين، يعني حتى أولاد عمنا يعني اللي ويانا وهذا يكسر الكرسي مال الأستاذ وبعدين يثبتونه بيجي الأستاذ بيقعد يطيح. لا يعني حول ولا قوة. يعني هالسوالف هذه. بس أتذكر شغلتين في المدرسة الغربية. لما كنا نطلع من باب خلفي كان في من نوع السجاد ويحطون عليه أشياء يفرشونها على أساس يبسونها، هل هي آشار هل هي شغلات حق البهارات ما أتذكر، بس مساحة عودة يحطون فيها السوالف هذه عشان ينشفونها. وفي نفس الوقت في دكان صغير كان يسوي كباب اللي احنا نسميه البجية ويا صوص. تعطيهم هالكم من بيزة ويعطونك كم من كبابة وتروح تشارك ويا البقية تغمص وتاكلها. هذا الطعم بعد 40 سنة مرة واحدة 40-50 سنة
ضقت مرة في محل ضقت نفس الطعم وسيدة جتني إن هذا الطعم أنا ضايقني من قبل. رجعت الذاكرة. رجعت الذاكرة لل. عادل حسين مهدي المسقطي أبو نواف صحيح؟ صحيح. نعود إلى تكملة المسيرة. قلت أنت دخلت مدرسة الجعفرية الغربية أبو بكر الصديق، هاي نفس الموقع. هي. كم سنة ظليتوا في المدرسة هذه؟ سنة واحدة. ليش سنة واحدة؟ رسبنا هناك لأن احنا صغار، كان مبين بالواسطة، وحتى انتقالنا إلى المدرسة أنا وأخوي نبيل دخلنا المدرسة مع بعض. دخلنا معناه هو أكبر مني بسنة. دخلنا بعدها بواسطة لأن محمود علوي شبر رفيق الوالد. نعم. فدخلنا إلى مدرسة الوسطى. من كان مديرها في وقتها؟ محمود شبر. نفس المدير. هو المدير. فمحمود علوي شبر كان المدير. وهناك تذكر سنة كم هذا الوضع كان؟ يمكن في يعني أتذكر إحنا بداية الستينات أو نهاية الخمسينات. نهاية الخمسينات بداية الستينات لأن تركنا المدرسة أساسا نروح بعدين إلى مدرسة الحورة. بحدود 64 نهاية 64. فمدرسة الوسطى يعني بعد الغربية رحت الوسطى. 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 ليش رغم أن هاي ابتدائية وهاي ابتدائية؟ بس عشان المدير. المدير موجود. وهناك كانوا أولاد عمنا، يعني أولاد عمنا معناها تصير لعبة يعني. لأنك كنت قاعد تلعب في البيت العود يعني مو شيء اسمه. وهذه مدرسة الوسطى اللي هي أساسا الإمام علي اللي أساسا الآن صارت أسواق. نفس الموقع. نعم نعم للأسف. أسواق تجارية. آخر شيء يعني أتذكر فيها أن أنا سويت امتحان التوجيهي فيها. عجيب. إيه؟ فيها. يعني درست الابتدائي كله فيها. بعدين تركت إلى الحورة. درست هناك في الحورة مدرسة الحورة درسنا الإعدادي والثانوي. امتحانات التوجيهي سووها في الوسطى. في الوسطى. هذه كان إقبالها كم ماشي إلى الآن موجود تذكرونه؟ كنتوا تشترون تأخذوا مني؟ أنا أحيانا أروح الشكر ومكي الشكر وهذا يعني كنت في رمضان وهذا لازم أمر هناك يعني لأن أمر على جماعة في مسجد خلف أمر في الرجعة لازم أخذ شوية كماش وشوية مكسرات من عند مشهور الشكر بالمكسرات. طيب زملائكم في الغربية والوسطى تذكر منهم أحد كزملاء أو مدرسين أو أول شيء المدرسين. بين المدرسين عندك عبد العزيز الخواجة، أستاذ علي لطف الله العريض، أستاذ عباس. عباس الخزاعي ولا عباس أحمد ولا من؟ ما تذكر اسم الوالد كامل. في عندنا طبعا مجموعة أساتذة أنا عندي مسجلين ما علي نرجع لها. أستاذ علي العرض ذكرناه، عباس حسن عباس، عبد العزيز الخواجة، كان في أحمد السني يدرس رسم وهذه، أتذكر محمد خليل العريض درسنا إنجليزي، عاشور قاسم عاشور درسنا إنجليزي، حسين ضيف درسنا دكتور. دكتور نعم دكتور حسين. مجيد الرقراق كان يدرس رياضة، جليل حميدان كان يدرس رياضة، سيد مصطفى العلوي، جعفر الزيرة أتذكر أنه هو كان مسؤول المقصف وكان قال إلا تجون تشتغلون في الوسطى ولا الغربية؟ في الوسطى. في الوسطى مسؤول المقصف. قال إلا تجون تشتغلون وفي الصف يخلينا نحسب البيزات اللي تم. وهذا كان شيء عظيم ذاك الوقت إنه واحد يشتغل في المقصف مو سهل. شو اسمه؟ بالنسبة للطلاب يعني كان أخوي نبيل وياي في جعفر عباس، جعفر لا سيد عباس هذا كان ويانا، عزيز القصاب اللي كان في وزارة الأشغال، عزام عواشي هذا كان ويانا، عبد الحسين حيدر كان في قلفير، عبد الحسين أبو القاسم، عبد الرزاق زين العابدين مال وزارة التجارة، نعم. عبد الله الكوهجي ولاد عبد الجبار الكوهجي المفروشات ولا المفروشات، جميل العلوي اللي يشتغل في الاي دي بي دكتور جميل العلوي، نعم. هاي كلهم كانوا ويانا في المدرسة، هاي اللي أتذكرهم. طيب كم سنة ظليتوا في الوسطى؟
كملت له ابتدائيه كامله. ابتدائيه كامله اي ست سنوات. فطلعنا من زملائك كانوا غير الاساتذه اللي ذكرت، هاي زملاء واساتذه هاي اللي ذكرت بشكل عام الزملاء واساتذه. من كان لصيق لك كاخ وزميل وظل وياك؟ في مجموعه يعني يعني عزيز القصابع كان وياي في الكرسي، جميل العلوي. اتذكر قصه الى جميل العلوي، جميل العلوي مره قال لي اتصور ان عندهم في بيتهم في عصافير وهذا، ليش ما تجي تشوفهم؟ فطلعنا من المدرسه ما قلت لاحد ورحت وياه. وصلنا البيت، بيتهم يعني، قالوا ولا تقعد تتغدى. قعدت وتغديت ولعبنا واستانسنا. وبيتكم ما يدرون عنكم؟ ما يدرون، يدورون هذا يسألون مني مناك. يوم اللي وصلت حصلت ذاك الكف من الوالد على هالسالفة. انت على الاريحية اخذتها لكن الوضع ايه يعني انه عصافير وما ادري شنو الحكي ورحت وياه يعني. عصفور بكف صارت يعني. ليه قيمته يعني. طيب هذه اخذت المرحلة الابتدائية، حصلت على شهادة ذاك الوقت، شهادة الابتدائي. وفي نفس الوقت سووا لكم احتفالات شيء قبل في الشهادات ولا ما يسوون؟ هم ما سووا احتفالات، لكن الوالد والوالدة كافأونا انت واخوك. انا واخوي، وهذا شيء يعني اقدره للوالد لانه شيء غير معهود. طرشنا الى لندن. هاي المكافأة؟ هو ما قالها مكافأة. هو اللي صار انه خالتنا متزوجة اجنبي، فتقريبا العلاقات كانت منقطعة وياها، فكانت بداية ارجاع العلاقات من عائلتها وش اسمه. فرحنا انا واخوي الى لندن، وهذه شيء لان رحنا زوجها مدرس فيزيكس في احدى الكليات، حتى تفاجأت ان احد مدراء بتلكو مره كنت اسولف وياه الله يرحمه توفى من المحرق، الاصل من المحرق، هو اسولف وياه وجاب لي عن ايام دراسته واللي هو درس في الكليه ودرسه هذا، وانه كان قايل لهم ان انا زوجتي بحرينيه. المهم ان رحنا وسكننا عندهم في البيت تقريبا شهر، اسس الاتيكيت. الاشياء اللي ودانا زرناها ما شفتها انا عقب الا يعني يمكن مره ثانيه، يعني نيتشرال هيستوري ميوزيوم. انا شو وديني اليه؟ هو ودانا. رحت هالسنه الحين قبل اسبوعين رحت مره ثانيه اشوف هالمعرض هذا، لان لان ما عمري رحت ليه عقب. ودانا مناطق اللي ما عمرنا شفناها، وشفت الاورجنايزيشن. وهي سنه 65 كانت. سنه 65 توصل الى بلد في ذاك الوقت ما فيها اجانب، لو تنسى شغله في الباص او في القطار تروح اللوست اند فاوند ويعطونك اياه. البلد نظيفه، كل شيء منظم، ودربونا اداب المائده، هذا شلون تاكل. بالنسبه لكم عالم اخر يعني. عالم اخر اللي شفناه، وهذا تقدره وتوصله لاولادك، لانه يحتاجون عقب لما يضطرون يروحون الى برا. في طلاب يعني كانوا ويانا في الجامعه الامريكيه يقول لك كنا نستحي نروح المطعم لان ما نعرف نستعمل شوكه وسكين. هذا احنا تعلمنا هالسوالف هذه هناك. وين تحط الشوكه؟ بالعكس كانوا يقول لك ان كل واحد لازم يشتغل، رتب الطاوله قبل الاكل. صحيح. غسال المواعين، السوالف هذه يعني. هل هذه المكافأة يعني فقط سفرة وليس الدراسة يعني؟ لا لا لا، بس سفرة. بس هي كانت أفضل من دراسة. دراسة شنو بيعلمك إنجليزي؟ تعلمنا الإنجليزي بالاحتكاك وياهم، بالكلام وياهم. صح. بالهذا. وفي نفس الوقت كان متحدث راقي هذا يعني، تحملوا فينا صراحة. كم مدة قعدتوا؟ شهر شهر. طيب بعدها إلى أين اتجهت دراستكم؟
بعدها أو بالأحرى أنت انتقلنا كبيت، انتقلنا من الفريق إلى القضيبية، فصار انتقالنا إلى القضيبية ورحنا إلى مدرسة الحورة، الحورة الإعدادية الثانوية. مدرسة الحورة يعني رفقاني فيها اللي كانوا عاصرة والفترة هذه فاروق خلف من اللي كان في بنك البحرين، أخو الوزير أخو عصام، زاهر إسماعيل هذا جي هو من المحرق لكن درس في الحورة، هذا من أعز أصحابي، ظل وياي من الإعدادي إلى الجامعة ولا زال لهذا. الدكتور مهدي أحمد حسن اللي هو دكتور أمراض الصدر، دكتور عبد الهادي خليل، هاي كلهم نفس الدفعة، سعيد الشهابي اللي في لندن، نعم هادلين، وجعفر الطريف الدكتور دكتور. في آخر سنة في التوجيهي كان الأول والثاني، جعفر الطريف اللي توفى الأول والثاني، كانت منافسة واضحة بين أخوي نبيل وزاهر إسماعيل، التنافس يصير عقب على المراكز اللي تجي عقبهم اللي هم هذلين اللي هو مهدي أحمد حسن وعبد الهادي خليل وسعيد الشهابي وجعفر الطريف. في أصغر حسين هذا بعد رفيق عمر كان ويانا هناك وفي الجامعة ولا زال الحين يعني أنا وياه، درس ويانا الله يرحمه محمد ولد الشيخ خليفة بن سلمان اللي توفى بعدين، كان ولد ذكي وطيب يعني محترم وذكي، يعني يمكن يعني أخوي نبيل كان بارع في الماثماتيكس بس هذا جاب علامة أحسن منه في امتحان التوجيهي في 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 الرياضيات، في الرياضيات. في ويانا واحد من بيت السندي كان بعد صار دكتور، يعني مجموعة. ليش أتذكرهم؟ لأن هذه في مدرسة الحورة كانوا يختارون صف ويحطون فيه الشطار، مميز نخبة يعني. هذا لين اللي شو اسمه، كنا احنا نتابع وش يصير في المدارس الثانية لأن البعثات محدودة، فأنت تتنافس مع كل البحرين، تبغى تعرف من الأوائل في الثانوية. صحيح. وشذي طلعت أسامي يعني غير معروفة، مثلا بعض هذلين ما قدروا يروحون الجامعة الأمريكية لسبب أو لآخر، نجي لبعدين. من كان مدير المدرسة تذكره؟ تغيروا، لكن أتذكر منهم ياسين الشريف. ليش أتذكره؟ لأن في الصف الثاني إعدادي، ولازلت أتذكر ثاني إعدادي سادس، قرروا أن بدل ما نحط كل الشطار في صف واحد نوزع الشطار على الست صفوف ونوزع الطلاب. الطلاب المشكلجية صاروا في صف ستة وأنا كنت موجود هناك، وكان موجود وياي فاروق خلف ويمكن عبد الرزاق زين العابدين وواحد اسمه كميهان ذبيان العتيبي، فالباقي في الصف كانوا موجودين يعني فيهم مشاغبين، ومرة سببوا مشكلة، فبسبب هذه المشكلة عوقب الصف. جاء ياسين الشريف وقال أنا بضل أضربكم إلى الهدة. ما شاء الله. فأتذكر أخذنا كم لشطة، أربع لشطات، ثنتين يعني يلف يخلص ويريد يرجع، ومرة هاي ثلاث أربع مرات. مثل ما يقولون لشطتين وثنتين باليد. لا إلين تقرون من اللي سواها. اعتراف. زين تعرف، لكن أنت عايش وياهم مو معقولة تروح تفتن عليهم يعني، فتسكت يعني. في الأخير هم سرحوا أو طرشوا، أنا أشوفها عقاب عجيب يعني، إن خلوهم يقعدون في البيت استأنسوا، وبعضهم قالوا لهم تعالوا رجعوا المدرسة. من كذي أتذكر هذا ياسين الشريف. كان في مشرف مشهور
اسمه محمد مصطفى اسماعيل، ابو صاحب مكتب المشرق العربي للهندسه. هذا كان موجود في مدرسه الغربيه لما رحنا في الاول ابتدائي، كان موجود هناك، وهو نفسه صار المشرف في المدرسه. في احمد عمر صالح موجود، حبيب قاسم كان ما درسني لكن كان موجود يدرس في المدرسة، أتذكر أنه كان يراقب في الامتحانات. فيعني مجموعة هاي اللي وياك، مجموعة يعني مدرسين فلسطينيين ومصريين. طيب من السي في مالك أعلم بأنك رحت لأمريكان يونيفرسيتي في بيروت، جامعة الأمريكية، بسنة 1971، ثم أتبعت ذلك بالماستر في أستن يونيفرسيتي. ف هذه اليونيفرسيتيز اللي رحت لها بداية، وهي تعتبر ذاك الوقت يعني شيء غير طبيعي وغير عادي، البعثات اللي تذهب من البحرين إلى جامعة بيروت الأمريكية أو إلى الجامعات الأجنبية، فكيف كان وضعك بهذا المجال؟ وهل أنت اللي رحت على حسابك ولا هي بعثات؟ كانوا الوزارة تبتعث مجموعة صغيرة من الأوائل إلى الجامعة الأمريكية في بيروت. هذا أيام بلغريف ولا بعده؟ هم بدوا من زمان، مثل أمثال الدكتور علي فخروي، يوسف الشيراوي، ماجد صحيح. الجشي، جليل العريض، يعني هذين الرعيل الأول. صح. إحنا على أيامنا كل سنة كانوا يختارون مجموعة اللي هم الأوائل. طبعا أنت نجحت صرت من الأوائل، ولكن هناك امتحان بعد لازم تقدمه تابع للجامعة الأمريكية، يجب أن تنجح فيه. تقدمه في البحرين ولا هناك؟ تقدمه هني، وهم هناك يشوفون الريزلتس، إذا نجحت فيه ذاك الوقت الجامعة مستعدة تأخذ، لأن الدراسة بالإنجليزي. فدكتور مهدي أحمد حسن كان قبلي لكن ما حصل البعثة. أنا دخلت ودخل أصغر اللي إحنا بعده، أصغر حسين مراد من المنامة، إحنا دخلنا. فلأن بعض يعني هذا ما كان محصل، ما حصل الانترنس إكزام اللي هو بالإنجليزي. أنا وأخوي نبيل كنا نحضر للإنجليزي، هذا رحنا أخذنا كتب وقعدنا، وهذا ما شاء الله كتب مثل امتحانات التوفل يعني واحد إيه على أساس إنه تنجح فيه. في نفس الوقت جت مجموعة بنات ما كنا نتوقعهم، وجاء واحد لو رفيقنا بعدين من الثانوية دخل في البعثة اللي هو سمير فخرو، سمير قاسم فخرو. فيعني هذين هم اللي جاوا البعثة اللي راحت، اللي راحت من في سنتنا احنا، كنت انا واخوي نبيل وزاهر اسماعيل، سمير فخرو، واحد اسمه محمد الجودر، وأصغر مراد. سنة كم هذه البعثة؟ 70. 70 نهاية 70 أساس 70-71 يعني الدراسة. أيوة. كانت البداية. رحنا الأورينتيشن بروغرام، لأن الإنجليزي مالنا معنا نجحنا لكن ما يأهلنا أن تدخل مباشرة، فدخلنا في الصيف، عطونا البروغرام هذا في الصيف، لو ما تنجح منه هذا تضل سنة كاملة تدرس إلين تنجح من البروغرام هذا قبل لا تدخل الجامعة. ميزة الجامعة هناك اكتشفتها بعدين انهم يحاولون ينسفون الطريقة اللي انت كنت تدرس فيها. انت يمكن حتى اليوم اذا تقعد مع اشخاص عاديين تتكلم وياهم يقول لك ان انا قريت هالشي في الواتساب او شفته في الانترنت، الانترنت كأنك شريت كتاب، يعني هذا لا يعني ان كل شيء تقراه صحيح. فأول سنة يشتغلون عليك إن سالفة إن تحفظ كتاب، إحنا ما عندنا كتاب تحفظه، ما نبغاك تاخذ معلومة بدون ما تشغل مخك وتشوف هل هذه منطقية ولا مو منطقية. هذه الطريقة اللي يمشون عليها، إن يجب أن تستخدم مخك في تحليل المعلومة عشان تقبلها إن هي صحيحة أو قابلة إن هي تكون صحيحة ولا هذه خطأ. هاي منهجيتهم في التعليم. كم سنة ظليتوا في الجامعة؟ أربع سنين ولا أربع سنوات إلى 75؟ إلى 75.
والماجستير اخذته من سنه كم؟ بعدها مباشره رجعت البحرين 76 حصلت شو اسمه حصلت جائزه عيد العلم نعم وقدمت وحصلت بعثه الى بريطانيا حق دراسه الكيميكال انجينيرنج. تخصصت في يعني الكيميائيه الهندسه الكيميائيه يعني انت متولع من الاساس بالكيمياء؟ هو لما رحت الجامعه الامريكيه في البدايه كان الناس كلها يقول لك طب وهذا رحت واخذت كورسات بيولوجي وهذا بس بعدين شفت هالناي حفظ انا ما احب الحفظ ويمكن لو تسالني تواريخ وهذا ما احفظها حتى الاسامي يعني قعدت احطها في دفتر على اساس ان اقدر استرجعها لان ما بتجيني بسرعه لكن تجي تقول لي حسابات او هذا اي يعني منطق ممكن بس مو بسالفه حفظ. فشو اللي خلاك تتعلق بالكيمياء من الأساس؟ رحت إلى بعد ما درست سنتين وشفت إن لا هذه سالفة هذا أخذت كورسات بيولوجي وكيمستري قلت الحين أساس تروح تغير لأشي ثاني خلى أروح إلى الكيمستري لأن اكتشفت إن طريقة تدريس الكيمستري هناك هي منطق ترى مو مثل هني يحفظونك الجدول الدوري حفظ نظريات و إيه تحفظ هني معطيات. هناك يقول لك لا تحفظ ولا فورميلا ما في معادلة تحفظها ما يبغونك تحفظ أي شيء هني كانوا يحفظون يد اثنين زائد ألف أربعة إيه كب ألف أربعة لا الحكي هذا ما فيه معروف هناك يعطيك المنطق أن أنت لو ما تعرف وش هو هذه المواد تقدر تطلع النتيجة لو حطيت هذا على هذا إيش بيطلع. فخلصت من هذه وبعدها تروح إلى بريطانيا في عندك كورس واحد يعطيك الأشياء اللي أنت ما أخذتها في الهندسة وبعدين تروح إلى الماجستير بروغرام. هذه الأمور كلها انعكست على أول شغل اشتغلته في شركة نفط البحرين الوطنية. نعم. فسنة كم بدأت العمل فيه؟ في 1978 في أي وظيفة دخلت؟ بداية؟ دخلت كمهندس متدرب. مهندس متدرب إيه؟ تذكر كم كان راتبك ذاك الوقت؟ يمكن 250 دينار هو مبلغ جيد يعني ذاك الوقت في شركة يعني في شو اسمه جيد وكمهندس عاد عندك بعد ماجستير ايه صح. وتدرجت في المناصب في الشركة؟ أنا ظليت في الشركة 15 سنة نعم. فتدرج إلى أن وصلت في النهاية إلى مدير قسم المشاريع اللي هو يشمل هندسة المشاريع يعني تسوي مجموعات تسوي الديزاين كامل تسوي الرسومات وتسوي كل شيء تسوي كل الكالكوليشنز والهذا حق الفاسيليتيز اللي انتاج النفط بالإضافة إلى مجموعة اللي تسوي التندرات مناقصات وتعطي ترسي المناقصات وتراقب عملية بناء هذه المشاريع مهندسين موجودين. أتذكر من المهندسين اللي في هذه كان نادر محمد جعفر كازروني وكان في حسن كمال حبيشي محمد الجامع هذا كان ويانا في الجامعة الأمريكية فيعني مجموعة جيدة. من كان رئيس الشركة شركة نفط البحرين الوطنية؟ كان حسن فخرو في البداية وحسن فخرو كان لي الدكتور ما كان دكتور ذاك الوقت ولكن كان يشجع البحرينة يشجع البحرينية حلو. حتى أتذكر قصة حلوة إن أول شيء اشتغلت عليه كمتدرب كان مشروع بناغاس أتذكر رحت كان صحراء خالية وكانوا نسوي يعني في مهندسين لكن احنا يشاركوننا في إن نطالع الخرائط مالت المشروع. بعد فترة لما برز المشروع قالوا إن يبغون يدربون جماعات بحرينيين فقال لي دكتور أبغاك تروح مع شخص إنجليزي اسمه موريس بولر هذا من القدامى الإنجليز اللي كانوا في بابكو لمدة طويلة التقديلين فهذا شايف روحه وإنجليزي فرحت وياه إلى الكويت طرشونا الكويت أنا وهو فلما وصلنا الكويت بننزل من الطيارة قال لي روح قدام تعجبت هذا في العادة يخلينا ورا يعني شلون يقول لي روح قدام لما نزلنا من الطيارة طلعنا الكويتيين يعطون الاتنشن إلى البحريني خاصة لابس غطرة وعقال بحريني هذا الإنجليزي ما يتحجون وياه أصلا يتحجون بالعربي
فأتذكر أنه رتبوا إلينا مقابلة ويا التشيرمان مال الكويت أول كومباني KOC، حتى أتذكر اسمه فيصل ثنيان الغانم. طلعنا من الاجتماع الريزلت الحكي أنا وياه، أدرب البحرينيين، أي عدد من البحرينيين في مصانع الغاز اللي عندنا ما عليكم تكلفة، أنتون بس اشتروا التكت لهم وجيبوهم، معيشتهم هني وتدريبهم وهذا علينا. والله استوى يعني جميل. الشباب اللي كانوا ويانا عبد الله عيسى هاشم، محمد براشد، يعني الجماعة دلين كلهم بعدين راحوا الكويت بروجرام لكم شهر، اشتغلوا في المصانع عندهم، تدربوا، رجعوا يشتغلون في المصنع بنقاس. طيب هذا فخر لأهل منامة وأبناء المنامة أن ابنها عادل مسقطي مسك مناصب مهمة في شركة نفط البحرين الوطنية وفي مشروع بني غاز. طيب أبو نواف، خل نرجع إلى عائلة المسقطي نفسها وأعمالك اللي جاءت بعد بنوك وبعد شركة نفط البحرين الوطنية. تفرقت إلى أعمالكم الخاصة بالعائلة، وخصوصا خدمات المسقطي التجارية اللي اشتهرت ب يعني احنا مثل ما نقول اول كلينكس في البحرين او المناديل الورقيه. فشنو قصه هذه المصنع؟ اكيد اللي بدات فكرته عند الوالد، بدات الفكره اكيد. في فرق بين شركه المسقط اخوان وشركاهم اللي هي اسمها مسقط براذرز، هذيك هي شركه الوالد. الوالد لما كان في التجاره كان شركه حسين مهدي المسقطي واخوانه، كانت حسين مهدي المسقطي وعقب حسين مهدي المسقطي واخوانه، وبعدين صارت حسين مسقطي واخوانه وشركاهم. هذه هي اللي تسوي الكلينكس وتسوي السوالف هذه، هذه منفصله. هذه بدا في سنه 70 انتقلوا، وذكرت لك قبل ان كانوا عند مقبره السنه. نعم. ورا السينما الحمراء انتقلوا، بعدين اخذوا ارض في البحر اللي هي ميناء سلمان، منطقة ميناء سلمان الصناعية، واللي دفن الأرض كانت مقاولات الصالح، كان اللي يشرف عليها علي الصالح ما شاء الله. بنوا مصنع هناك وظلوا مدة طويلة في هذا المصنع. هني توسعوا بدأوا يسوون الكلينكس، يسوون طبعا بدأوا من هناك التويلت رول، بس الكلينكس وتوسعوا في. إذن هي الفكرة بدأت من التويلت رول، يعني استثار الموضوع الوالد هذا وبدأ عقب كاس الورق، خلاص دخل في الصناعة وترك التجارة فصارت بس صناعة. فتوسعوا بعدين من في الورق وفي البلاستيك وفي عدة أمور. طبعا هاي الشركة بعدين جاء الأخ خالد، وكان وياه بعد في الأصل كان وياه الوالد أخوه صالح الله يرحمه، توفى في حادث في السلمة في مستشفى النعيم. بعدها جاء ولد عزيز اشتغل وياه الوالد في المصنع. بعدين جاء أخوي خالد واستمر وياهم في المصنع وأدار الشركة ويا الوالد. هذه فكرة الكلينكس الورقي والمناديل كانت طبعا غريبة على المجتمع البحرين في تلك الفترة، فشلون استقبلوها الناس وبدأوا يتعاملون إياها؟ وهل ظهرت عليها نكت كالعادة البحرينيين؟ يعني والله يعني أنا أتذكر لما كنا صغار جزء من التشيك عليك لما توقف في الطابور إنه يكون عندك دسمال. أوكي، فهذه اختفت لأن صار الناس تأخذ يقول لك أنا عندي كلينكس، عندي تشو حق وش بعد أجيب ده، تعال وسالفة إنه تغسله وتنظفه وما شنو هاي راحت. البحرين كانت رائدة في هذه الصناعات، سواء كان أكياس الورق، عواد البيبسي، التويلت رول، الفيشل تيشو. فما كان في شركات ثانية في المنطقة تسوي هالسوالف. أنا أتذكر كنا نصدر إلى الكويت وقطر والسعودية، هاي كلهم كانوا يسوي ماركة دلمون، هاي ماركة دلمون. إلى درجة أن إحدى الشركات العالمية جت إلى الوالد عرضت عليه نشتري منك البراند ونعطيك فلوس وتستمر تنتج لكن باسمنا. قال لهم لا، أنا سويت هذا الاسم وصرنا أستمر على هذا الاسم. أما بالنسبة إلى شركة خدمات المسقط التجارية فهي شركة مغلقة، شركة مساهمة بحرينية مغلقة يعني بس الشركاء اللي موجودين فيها. أسسناها أنا والدكتور نبيل أخوي والأخ خالد.
سنة كان 91 ولا قبل؟ يعني قبلها بشوي. ففي البداية كانت تتاجر في الأسهم، كونت رأس مال، أسسنا، كنا يعني جزء من الترينينج. أنت سألت عن الوالد، جزء من الترينينج مع الوالد قال أنا بكفلكم ب10,000 دينار كل واحد، ما شاء الله، وروح اشتغلوا فيها. فاشتغلنا في الأسهم، جمعنا بيزات، هذه البيزات أسسنا فيها الشركة. الشركة تنتج منتجات البلاستيك، وتطورت وسوينا جزء بعدين عساس لو هذه ينزل السيلز مالها في شيء ثاني اللي هو التجارة، تجارة في أشياء معينة، كيميكلز، المواد الكيماوية، وفي الحديد، وفي المعدات كهربائية حق يعني فولتج عالي 11 كيفي. هذه الأمور، هذه بعدين أنتجنا ديفيجن ثالثة اللي هي investments، تستثمر في عقار، تستثمر في أسهم، تستثمر في سندات، في الشغلات. فالشركة إذن فيها ثلاثة أقسام اللي تتاجر في هذه الأمور. فهذه بصقة كوميرشال. طيب بالمناسبة احنا ايضا سابقا في المنامة نعلم بان هناك صيدلية المسقطي مشهورة، لمن كانت بالضبط الصيدلية دي؟ مثل ما ذكرت في البداية، عائلة المسقطي كلهم كانوا حواويج. نعم. اوكي، ابائهم الجيل هذا طبعا الحين كلهم ابائهم كانوا حواويج. فمع التطور انتقلوا الى اللي هو فرع واحد من الفروع اللي هم أولاد إبراهيم المسقطي، اللي هم حج عبد علي وعبد الحسين، اثنين أخوان متزوجين عماتنا، لأن ترى العائلة كانت تتزوج من بعضهم. نعم. فهذلين سووا صيدلية المسقطي وأخذوا وكالات جيدة، من ضمنها شركة باير مثلا مشهورة الألمانية. من اللي كان يقعد عند الصيدلية قبل ونعطي له روشتة الأدوية؟ هذا يا عبد علي يا عبد الحسين. نعم. فالحين أولادهم في السوق، لأنه موجودين أولادهم موجودين، أو بالأحرى أنور وفؤاد، يعني هذلين اللي أولاد عبد علي اللي ماسكين الشغل الحين. هذه الصيدلية. طبعا الأفرع الثانية حاولوا يدخلون في بعض الأمور الصيدلة والهذا، لكن على مستوى أقل. بس في الأخير الجيل الجديد دخل في البانكينج، دخل في الحكومة، دخل في الأشياء الثانية. طيب الآن أنت منصبك في خدمات المسقطي مدير الإداري. مدير الإداري من سنة 91 إلى الآن، يعني إلى مستمر الخبرة. هذا العمل كله في النهاية هل استفادت منه المنامة؟ يعني هل سويتوا مشاريع داخل المنامة ولا كلها خارج المنامة؟ طبعا أنت كصناعة محكوم بالمناطق الصناعية، عندك ناس من المنامة، يعني الوالد بدأ، أنا للحين أتذكر اثنين من الموظفين اللي أوائل اللي اشتغلوا وياه، واحد من بيت العرادي اسمه أحمد العرادي، واحد اسمه الميرزة. أحمد العرادي توفى الله يرحمه، ميرزا الحين موجود. هذين كانوا موظفين، كانوا يشتغلون في المصنع نفسه. أعداد كبيرة من سكان المنامة، سواء كانوا المنامة الحين أو الجماعات اللي انتقلوا إلى القرى. الحين منامة أغلبهم تركوا، راحوا إلى القرى، يجون يشتغلون. ترى ما مسألتنا يعني مصنع مال مسقطي كوميرشال اللي هي خدمات المسقطي هو في سترة، بينما مصانع المسقطي إخوان وشركاتهم في جزء في سترة وجزء كبير موجود في الحد. هذه المناطق الصناعية الموجودة كانت في ميناء سلمان، ولكن خلاص الحين ميناء سلمان لما بغوا يسوون يوسعون الهايوي اللي يودي للجسر شالوا المصنع من هناك وانتقل المصنع إلى منطقة الحد. أبو نواف، نعود بك أيضا القهقرة إلى الوراء. إحنا بدأنا من الطفولة وتشعبنا في العمل والدراسات، نعود إلى المنامة، إلى نفس البيت، إلى نفس المنطقة، إلى نفس الفريق. جيرانكم منو كانوا في وقت طفولتك؟ طبعا سكننا في البداية في بيت حجي مهدي. نعم. اللي هو قدام ماتم العابد العزية اللي هناك.
وبعدها بعد كم سنة انتقلنا إلى بيت ملاصق إلى هذا اللي هو الوالد، بيت يعني شو اسمه لاصق في بيت حجي مهدي، فيعني نفس المنطقة. جيراننا يعني كانوا جيراننا سواء كنا هني أو هناك. قبالنا بالضبط كان بيت سيد شرف، وجنبه بعد بيت عبد الحسين العراضي، بيت الشرف العراضية، كان عندك بيت أبو دريس. في جانب ثاني اللي هو بيت العنزور. أنا أتذكر هذه البيوت لأن بيت العنزور أتذكر يعني شنو اللي يذكرني فيه، إنه في أحواض وبط وبش بيت أبو دريس كنا نروح نجيب حليب، أنا أخاف أمشي في وسط البقر علشان أوصل حق نروح نجيب الحليب. بيت سيد شرف لأن في أم سيد أحمد هناك كانت تعتبر مراخة، وهذه الوالدة والوالدة كانت اجتماعية، الوالدة كانت تعرفهم دلين كلهم يعني. بالإضافة توصل إلى أبعد شوي عندك بيت الشماع، تدخل داخل في بيت الشماع. بيت مدافع ما كان ما 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 سكنوا صوبكم حسن مدافع ولا اخوانه ما شو اسمه، انا ما لحقت عليه، ما لحقت او ما اتذكر، لكن هذين اللي كان دائما الاتصال فيهم. طبعا تفاجأت ان هالسنه هذه كان في خباز واحنا صغار، كان فيري سيف المنطقه امنه، الفجر يطرشونك روح جيب خبز من وين، من عند عبد الرزاق. ايه عبد الرزاق في القرنة هناك قدام شوي ورا بيت ابو دريس من هناك. فيعني عادي الا يوم الجمعة، يوم الجمعة كان ناخذ خبز سمسم. فهذا تروح خباز كان عند ماتم العجم، نروح بس يوم الجمعة نشتري خبز على سمسم، ويسوون بيض على شكر علشان تاكله وياه. بس الجيران هناك والعلاقات كانت ممتازة. وحتى أتذكر سالفة مرة الوالد رقد، إحنا ما يخلونا نطلع، لكن الوالد نايم، شردت أنا ورحت ألعب كرة ويا جماعة في ساحة بين بيت العنزور وبيت العرادي، ما أدري واحد شات الكرة وضربت في رجال شيبة، أخذ الكرة. أتذكر هالشيء، قال لهم تبغونها؟ قالوا إيه. قام طلع سكين صغيرة وشقس هذا وفلتها عليهم. قصة ثانية صارت إلى أخوي نبيل، مرة صارت شغلة في بيت حجي مهدي والوالدة راحت وأنا كنت هناك في 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 البيت نفسه يعني، فهي جت على أساس تأخذني. النسوان شافوا يلا قعدوا وياها بسطوا، تأخرت، قام نبيل تعلق، كان في عندنا وارش فوق من خشب وفي من نوع الفتحة، يطل يبغى يشوفها جت ولا لا، قال لأختي العودة، قال دزيني شوي، دزت طاح، أوف، ظل مجود. فالرجال شيب اللي هو عبد الحسين العرادي شافه وركب طابقين، رجال شيبة ركب طابقين وشاله سحبه ونزله وكان مجروح ودم وحاله. فأتذكرنا لما طلعنا أنا والوالدة ناس لما عودة برا، قالت وش صاير؟ قال لها في واحد طايح ما شنو دم. قالت من هي أمها المجنونة هذه اللي هدت لنا؟ واحدة جت لها قالت هذا ولد شنتي تتكلم عن نفسها كان يعني. بس الفريق هني كان طيب يعني. على ذكر الوالدة وهي متعلمة وكذا، ما فتحت لها مدرسة صغيرة معلم كذي تعلم اللي ما الأميات عندها في الفريق؟ ما يحتاج، جودت أولادها وبناتها يعني علمتهم اي، وقلم القدو يعني أنا تكسر علي على تتعلم. 7 في 8 يساوي 56، أحافظ جدول الضرب كله إلا 7 في 8 لما أوصل إليها أشير ويجيك عشان تتذكر، عشان تتذكر مش ذي حافظونها 7 في 8 56. إذا ما كان لها علاقة بماتم العابد، لأن ماتم العابد للنساء وهي قريبة من يروحون، بس مو من النوع اللي يعني مو إداريات أو خطيبات في المآتم، لا لا يعني. هي مو من شو اسمه، هي تربية إبراهيم العريض، ترى الجماعة اللي عاشوا في الهند تربيتهم غير. من جانب الوالد، الوالد يعني والدته من بيت المخرج، عادي يعني ريجولر داخل في الشسمة.
بالناحية زوجة إبراهيم العريض بعد نفس الشيء تروح ماتم بنسوار قريب عندها هناك يعني في المنطقة اللي هي فيها. آدلين مختلفين، لكن بنات إبراهيم العريض الدراسة أهم شيء، لازم يكونون يعني مثقفات، وهذا كل واحدة على الدرجة اللي وصلوا إليها. يعني عنده بنات جابوا الدكتوراه، صحيح، وولده الدكتور جليل، يعني دكتور جليل بعد شخصية موسوعية، ترى يمكن الناس ما تعرف عنه، عبالهم أنه هو بس في الإديوكيشن، لا، ترى الرجل في الأصل لما راح يدرس كان المفروض يروح هندسة، رفقانه كلهم راحوا الهندسة، هو لسبب ما راح درس شغلة ثانية وعقب راح تخصص في الإديوكيشن والتعليم. وعلى ذكر الموسوعيات، أتذكر يعني كنا إبراهيم العريض طبعا في بيته في رأس رمان أو المنطقة اللي هناك، كان يقعد في غرفة عودة كلها كتب، مكتبة ضخمة. لما انتقل بعدين إلى منطقة القفول وعقبها جاء إلى منطقة الزنج هني، المكتبة لا زالت موجودة وتبرع بجزء منها إلى نادي العروبة. لكن مجلس ماله كنا نمر يوم الجمعة، العائلة تمر عليه يوم الجمعة، فأحيانا يلتقي هو وإحنا موجودين يوسف الشيراوي، عبد الله الشيخ جعفر زوج خالتي لولوة، ويجي أحيانا غازي القصيبي، كأنك قاعد تسمع محاضرة ببلاش. عجيب. في أكثر يعني في أي موضوع تتكلم، سياسة، اقتصاد، المتنبي، الشعر الحديث، يعني ترى هذيل يعني نبغاء، أنا أقدر أقول exceptional. ما مدى علاقتكم أنتم المسقطي بهؤلاء، يعني شاعر غازي القصيبي ويوسف الشيراوي والجماعات؟ يوسف الشيراوي زوج خالتي مي. وأتذكر شغلتين، أول طبعا البنت العودة هي والدتي، في سنة من السنين سافر الوالد والوالدة ووزعونا جزء اللي هو أنا وأخوي نبيل، كنا في بيت يوسف الشيراوي في القضيبية، والباقي كانوا في بيت جدي إبراهيم العريض. فعشنا في بيت يوسف الشيراوي فترة. بس أنا أتذكر في الفريق عندنا هناك في المنامة، أتذكر يوسف الشيراوي جاء زمان وجايب وياه شغلات وهذا، ودخل ذاك المطبخ الصغير كلش يعني منطقة صغيرة يسوي نفيش، هو سوى نفيش لأنه في البيت إيه يعني، طبعا شيء هذا عادي على مقلة النفيش يعني قبل يعني الحين هذا شيء عادي، لكن في ذاك الوقت نفيش ما حد يعرفه، مو بعد ليش اسمه. في سنة من السنين جاء يراويك إنه ليش هو دائما يحاول يتعمق، جاء في محرم الوالد كان مسافر، جاء وقال تعال وياي، كان محرم عزيات وهذا. نزلنا أول شيء لاحظتنا يعني إحنا معلمين أنت ما تكسر العزة وتمشي في النص، هذا كانوا يوقفون إليه تفضل ما شنو هذا، يعني ذاك الوقت لأنه مبين كان ويا المستشارة ويا هذا، فليه هيبته بعد كبار موظفي الدولة. طلع أنه طالع ديك الليلة، أخذني رحنا إلى ماتم العجم، ودونا الطابق الثاني فوق، كان يبغى يشوف عملية تسخين العزاء قبل لا يطلعون، تصور رايح بس يبغى يشوف هذه الشغلة. فهو من النوع اللي يبغى يتعلم، يبغى يشوف، يبغى. وأعرف عنه أنه كان عدد ساعات نومه قليلة لأنه كان يقرأ، وأي موضوع تعطيه إياه يحاول أنه يكون خبير فيه. فما يعني استلم قلفير مثلا، صار يعرف في التوربينات مال المحركات، صار يعرف في الوذر والطقس والهذا. لما بدأت الكمبيوترات كان من أوائل الناس اللي يعرفون في الكمبيوترات والهذا، ويقرأ ويستعمل الكمبيوتر حق الفلك وحق هذا ويطلع عليك مواقع النجوم. صحيح. وغازي القصيبي إلى أي مدى علاقتكم فيه؟ غازي كانت علاقته ويا إبراهيم العريض ويوسف الشيراوي، كان very close وياهم، لكن
يعني لما تقعد تستمع إليهم الاثنين عقليات متفتحة تستفيد من القعدة وياهم سواء في الإدارة أو في التخطيط أو في السياسة أو الجماعة دلين في كل شيء أكيد يقولون. وعدهم تفتح في للآخر يعني وتسامح معه واستيعابه بشكل كبير. طيب أنت ذكرت البيت إبراهيم العريض والمنطقة ورأس رمان والمنطقة ذيك. ذيك المنطقة كان فيها ماكينة ثلج، هل تذكرها؟ أعتقد نامليتي أو شيء اسمها. نعم. هل كانت لكم علاقة ذاك الوقت في قلة المياه والبحث عن الثلج؟ كان من هناك معروف. أنت كنت لك علاقة بالماكينة؟ ما لي علاقة وياه بس أشوفه. يعني هذه رايح وشايفنها وش اسمه يعني هالشيء هذا شفته من معالم المنطقة على الأقل. على ذكر هذه يعني أنت ذكرت شغلة يعني هل شفتها؟ يوسف الشيراوي أتذكر أخذنا مرة أنا وأخوي نبيل ودانا يعني يراوينا مصنع الكندا دراي ومصنع ستيم. ما شاء الله. يعني كان يحرص إنه يروح يشوف، أول مرة أشوف شلون يعبون الستيم ويعبون كندا دراي و مصنع السفن اب هذا اللي الحين شبه مغلق. هذا كان رحنا دخلنا داخل يعني هو ودانا هناك وشفنا. كم كان اعماركم؟ صغار يعني جماعة لما كنا في الفريق يعني يعني في يعني نهايه الخمسينات او بدايه الستينات يعني ستينات يعني قبل ديفينتلي قبل ال 64. طيب عادل المسقطي ما كان له علاقه بانديه بحسينيات بمشاريع جمعيات تعاوني جمعيات خيرية أو شيء في المنطقة؟ جمعيات خيرية يعني هي مسألة تبرع وليس إدارة. وليس يعني. إدارة. وليس إدارة. الأندية؟ حتى بالنسبة للأندية. ولا نادي العروبة وشطرنج وثقافة. نادي العروبة الوالد كان أحد المؤسسين وكان في مجلس الإدارة لسنوات. وأتذكر في الدكان القديم لأنه هو كان دكانه في الأصل على شارع باب البحرين. بعدين انتقل إلى شارع الخليفة. ذكر في شارع الخليفة كان القصير على جانب وكان الكوهجي موجود وفي بيت دكان جيجاسو وقدامه بالضبط محمد أمين الواجهة الخلفية إلى مطعم أمين اللي هو على الجهة الثانية. نشوفهم الصبح يجيبون دبايح فريش. نادي العروبة كان هناك في المنطقة دي؟ نادي العروبة هو من ساهم في بناء المقر الجديد والترتيب الى الحفله الافتتاحي. كان عنده رزمه صور موجوده عنده رزمه صور شنو الافتتاح. فوين راحت ما ادري هذا الحين بس هذه خساره عاد. وضمنها بعد في اشياء يعني اتذكر لان شنو كنت انا اجمع طوابع وهوايات اخرى عندك شيء ولا انا احب القراءه. القراءة خاصة في التاريخ في شو اسمه يعني. طيب يعني أنت إذا من محبين ومن معجبين ومن عشاق التاريخ. إيه أقرب. فماذا تذكر من تاريخ المنامة؟ قريت عنها شيء أو عن معالمها في شيء في بالك يعني أو تبحث عنه؟ أنا كنت يعني الأساس هو يعني كتاريخ للمنامة نفسها. آخر شيء قريته للدكتور نادر. لا أحد ينام يعني في المنام. إيه لا أحد ينام في المنام. هذه طبعا أنا شفت هذا كله اللي يذكره اللي هو شفته. نادي العروبة وشارع الزبارة والأكتيفيتي اللي في انتقال الناس حتى هو يذكر إنه مثلا العوائل لما بدت تطلع من المنامة وذاكر اسم حسين المسقطي وإنه شلون طلعوا وراحوا القضيبية. إحنا لما انتقلنا القضيبية كانت خالية. صحيح. موجود فيها يعني ورا بيتنا كان براحة خالية. سنة كم هذا؟ 65. كان في شوية بيوت فيها انجليز وسنة 65 صارت مشاكل وحرقوا سيارات وهذا في ذيك السنة كان في سكان انجليز اتذكر يعني حتى في الكريسماس تشوف ليتات مال شجرة عيد الميلاد عندهم. يقولون كان في عين ماء في بستان مشهورة بعد هناك. ما أتذكر. ورا مدرسة القضيبية كانت. ورا القضيبية. هذه كبعيدة شوية هناك. بس المنطقة اللي إحنا كنا ساكنين فيها شارع القضيبية نفسه. قبالنا كان بيت علي ميرزة. أبو عبد الحسين. إيه. والكوماندان الشرطة قبل. يعني. علي ميرزة. وبعده جاء بيت صليبيخ. أبو جاسم. اللي هو أبو راشد صليبيخ. كانوا كلهم هناك. قبالهم بيت يعقوب الجوز. نعم. المنطقة هناك كان في طبعا في نهاية الشارع كان بيت صالح الصالح
ورانا كان بيت راس رماني له الوزير الصحة السابق من قرايبهم يعني كانوا ساكنين هناك. يعني بيت حسن حيدر درويش على الشارع الثاني شارع القصر. باقي العوائل كانت أغلبها من سنة المنامة اللي هم من فريق الفاضل، سواء بيت ياسين، بيت البردولي، بيت تقي، بيت سيار، هاي المجموعة مجموعة متآلفة، لأن هذين كلهم تربوا في المنامة. والمنامة ميزتها أن كلهم كانوا يعني متآلفين مع بعض. ما تقدر تقول أن هذا سني، هذا شيعي، هذا هندي، هذا أبدا، يجمعهم اسم البحرين يعني. كلهم كانوا يتقبل الشخص الآخر وما عنده فيها أي مشكلة. من كذي شيء يزعل يعني، إحنا أتذكر في المدرسة الحورة جاء أستاذ فلسطيني وسأل، قال أبغى أعرف من هو شيعي من هو سني. مؤذي هالسؤال هذا. الجواب اللي صار، لأن في مدرسة الحورة كان أغلب القرى شارع البديع كانوا يجون حق الثانوي في مدرسة الحورة، مو مدرسة ثانوية المنامة. الكل قال لي إحنا مسلمين. تصور الصف كل ونعمل جواب إحنا مسلمين. هذه العقلية للأسف يعني بدينا نخسر فيها، وهذا الشيء اللي المفروض أنه يتم تداركه وبسرعة. هذه كانت مميزات المنامة ومجتمعها المتعايش مع بعض البعض. طيب لنقف عند البيت الصغير الآن، متى أسست الأسرة والبيت الصغير؟ متى تزوجت؟ أنا تزوجت في 1984 سنة 84 من كنت عائلة؟ أول من عائلة الشيراوي. من المحرق، إيمان عيسى صقر الشيراوي، أخوها جاسم الشيراوي اللي هو الأضواء؟ لا، جاسم الشيراوي اللي هو في وزارة النفط الحين. النفط. عائلة محترمة، عندي ولدين وبنت. ولد الحين يشتغل في، كان يشتغل في كي بي ام جي، وبعدين الحين انتقل صار له كم سنة اللي هو نواف. نواف يشتغل في ويا العائلة في المسقط إخوان. نعم. الثاني اللي هو محمد يشتغل في أركابيتا، والبنت اللي هي إيمان سوري أمينة تشتغل في البنك المركزي. كلهم درسوا جامعي، كلهم درسوا تخرجوا من كندا ومن أفضل الجامعات في كندا، والحمد لله يعني في أشغالهم والحمد لله. أخذوا على خطى الوالد الطموح والدراسة والعلم. والله شوف، أنا أؤمن بسالفة أن هذه تجي من عبر يعني أجيال. لما أنت بديت بإبراهيم العريض وحسين المسقطي، هادلين ينقلون بدون ما أنت تدرك شغلات اللي في الغالب تطلع في الجيل اللي بعدهم، والجيل اللي بعدهم ينقلها للجيل اللي بعده. يعني لما والدتي كانت تصر اقعد وسوي الدرس مالك وسوي الوظائف وتعال خلي أسمع عليك جدول اللي هي تعرفه يعني، لكن لما تزرع فيك الاهتمام بعملية الدراسة وهذا واحترام إن لازم تسوي الشغل ولازم تسوي on time وتخلصه، هذه بعدين لما توصل إلى المرحلة اللي هي ما تعرف فيها شيء في الثانوي مثلا، ما تتدخل، ما تعرف المواضيع، لكن أنت بداك الوقت خلاص زرعوها فيك، أنت تستمر عليها وأنت بتزرعها في أولادك. صحيح. هل جمعتم تاريخ العائلة المسقطي في إصدار معين شيء؟ لم يهتم الجيل السابق لهالسالفة، وتركوا الدوكيومنتس وبدأوا الناس يموتون وما جمعوا شيء. أول محاولة صارت لي على أساس نسوي شجرة العائلة، أنا سويتها. شلون؟ إنه فاتحة، ما يتجمعون إلا في فاتحة. في الفاتحة أنا أعرف، لأن من زمان كان عندي انترست فيها، أعرف الفروع الرئيسية، فأدور واحد من كل فرع وأخذ منه المعلومات من الفرع اللي هو يعرف عنه. جمعت الأساس، كانت بس للرجال. جاء واحد من الشباب الحين، هاي سنة 2001 سويتها. نعم. وموجودة نسخة منها برا. ونسبتها إلى أي، إلى الأصل وين وصلت في الشجرة؟ ما رحت أكثر من علي بن حسن.
علي بن حسن آخر اسم، لأنه جاء الاسم. بعدين جاء واحد اسمه عقيل، عقيل ولد محسن المسقطي، دخل النسوان وتفرعاتهم والتفرعات لهذه. طبعا العائلة كبرت بطريقة مهولة، يعني ما كانت في البداية كانت محدودة، ولكن كبرت صار أعدادها يعني من كبار أعداد، يعني الأعداد في عوائل المنامة يعني ضخمة. حتى الحين أنت تشوف الجيل الجديد أنا ما أعرفه، بينما قبل أقدر أشوف الشخص أقدر أقول هذا من هذا الفرع من شكله، لأن كانوا يتزوجون من بعضهم وليهم ميزات يعني. طيب هذه العائلة التي انتشرت وتضخمت بقى فيها شيء من نسيجها الاجتماعي، العلاقة بالمنامة، عروق المنامة بقت فيكم؟ لكم علاقة بالمنامة الآن؟ موجود بعض أفراد العائلة ساكنين في المنامة للحين. من هم؟ أولاد عبد الرسول المسقطي إلى فترة قريبة يعني، طبعا وطبعا ارتباطاتهم بالمواتم بالهادة موجودة. نعم. في مجلس أولاد عبد الرسول في قدام مسجد الخواجة، في مأتم النسائي باسم المسقطي اللي هو المعلم طيوبي يديرون، الآن يسمونه المسقطي أيضا، يديرون بيت المسقطي. كانت تديره زوجة عمي الله يرحمها، زوجة عمي كريم. وين موقع بالضبط حتى نعلم به؟ عند مأتم القصاب في هالمنطقة، ورا مأتم القصاب في المنطقة اللي ورا مأتم القصابي، يعني على الشارع الرئيسي اللي يوديك إلى من مسجد الخواجة إذا بتطلع على شارع. إذن هذا مكان مرور مواكب العزاء أيضا. أي عادة يعني يمرون عليه هناك، وهذا من المواتم القديمة. يعني لما ذكرت أنه مبني في 1890 أو شيء، بس الآن جدد مبنى جديد الآن، جددوا إلى وقف صغير جدا موجود في شو اسمه في السوق، بالإضافة إلى تشوف البيت اللي احنا سكننا فيه. هذا شيء ما تم اكتشافه إلا توه، أنا ما كنت أدري عنه. أخوي نبيل كان يطالع في أوراق الوالد، طلع وثيقة موجودة أن البيت اللي كنا ساكنين فيه لاصق في بيت حجي مهدي، الملك اللي وراه هذا لدرس القرآن، لدرس القرآن في شو اسمه في بيت حجي مهدي. طبعا وقف يعني وقف على الدرس، كان وقف للدرس. طيب أنت شخصيا يعني أبو نواف عادل المسقطي الآن ما علاقتك بالمنامة؟ يعني أحضر في بعض المناسبات الدينية في مأتم مدن، لأن مأتم مدن كون أن بيت حجي علي بن حسن الأصلي كان منطقة مأتم مدن. نعم. ولكن عائلة المسقطي لما توزعوا صاروا في عدة ولاءات، يعني موجودة في ناس مع ماتم المدافع، في ناس ويا ماتم القصاب، بس بالأصل ماتم مدن، كلهم ديلين كانوا ماتم مدن في الأصل. فأساسا علاقتك الآن بالماتم؟ ماتم مدن. مجلس إبراهيم المنصور ما لك علاقة به؟ مر عليهم في رمضان وهذا. إبراهيم المنصور رفيق الوالد، مهما يكون من 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 رفقان الوالد. إذن علاقتك ما زالت حميمية بالمنامة حتى لو كانت بين آن وآخر. بين آن وآخر إيه. بس يعني محسوب من المنامة، وعندنا شباب يعني اللي كانوا ويانا في الجامعة الأمريكية، ترى في شباب واجد من المنامة، سميح العلوي، عصام خلف، الوزير عندك كميلة العلوي، في بعد عبد الغني خلف، يعني مجموعة كانوا هذين من جماعة الجامعة الأمريكية. وشي زين اللي يسويه الوزير سعادة الوزير عصام خلف إنه كل سنة في رمضان يجمع طلاب الجامعة الأمريكية اللي كانوا موجودين في ديك الفترة. عجيب. على غبقة في بيته. حلو. فهذا التجمع اللي تشوف ديلين الطلاب اللي يعني تشوفهم في السنة مرة، ولكن شيء طيب يعني. إبراهيم الزيرة، يعني مجموعة زينة في موجودين من أهل المنامة، بالإضافة وهذا شيء جيد، من كل مناطق البحرين، يعني من الحد إلى الرفاع إلى المحرق، كلهم موجودين ويانا في كطلاب، يعني عشنا وياهم وعلاقتنا زينة. واللي الزين فيها ان جماعة المنامة ياخذون ويعطون اكثر من المناطق الثانية، يعني عندنا من القرى في مجموعات، وعندي رفقان فيري كلوز، سلمان الخياط، عندك يعني جماعة اللي مثل الدكتور مهدي وهذا، هذين من سنابس وجد حفص المناطق الثانية، يعني فلا زال ارتباط موجود وياهم.
عادل حسين مهدي المسقطي، شكرا على هذه الجلسة عند حديث الذاكرة، ويعطيك طولة العمر ومزيد من الخبرة للآخرين. شكرا دكتور، يعني وشكرا لمجيئك، يعني هذه شرف لي وللعائلة. أنا أقدر لكم يعني هذا البرنامج، صراحة أنا من متابعينه وشفت أن في معلومات كثيرة، يعني في أشخاص أنا يمكن أعرفهم بالوجه ما أعرف الباك جراوند مالته. لما تشوف البرنامج، لما تشوف الحلقة اللي عنه أو عن الأشخاص اللي هو يذكرهم تستفيد. فشكرا لكم وللمجموعة اللي تشتغل على هالشيء، وهذا جهد أنا ريلي أقدره يعني. وحكاية المنامة وجماعتها تشكرك جزيل الشكر. وانتم بشكل